خلينا من ذاك الحب تاع البقري وتاع الالماض تاع البريدي. يا امي خويا هذه بداك 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 فينيسيون ما ياكل الدر ياكل غير السمكه. دابا كي تاكل السمكه بعد ياكل واحد السمكه الكبار. انا نمونجوها. صافي خاوتي انا هنا في البورتا في البلاصه تاع ابو هارون تاع عبد العزيز العقاري. هذا خويا هذوك اللي قطعوا كاينه كاينه. كاينه رقمه كاينه. معمر وراي الرقبة ابو محمد الرقبة وراي نحيلو ستكي ولا ما كاينش صافي خاوتنا حنا في بلاصتنا دايما هنا على رجال صحابي تاع معسكر تاع البارح قلت له عندي تحياتي ليكم ناس العسكر كاع صحابكم الكبار وناس خاشلة وعاير بيا ناس خاشلة زعماء وربي يخليكم لولادكم ولادكم وان شاء الله الجزائريين يكونوا كاع ساعة ساعة جيدة وحنا معاكم حنا ادعوا لنا ربي قلب الله نعيشوا ونبداو نديروا الخير نديروا نديروا الخير والشر نديروا الشر تحية زاكي وزاكي خويا لابد تحية زاكي البلد تاعنا وحنا انا في بوارون توجور بوارون بلادنا هذه القريه تاعنا صغيره شايله كدير فوا هو كاع حوته عندنا الميديسين الله يبارك عندنا الطبه في بوارون ماشي كاع بحريه ما نطيحوش بوارون عندنا زاجينيور عندنا الطبه عندنا بحريه البحر البحر وكل واحد كيفاش الاخرى الجحر كاين الحيطه كاين الطياره أو في المدينة كوين كتنزل أو في القلعين أو كاين الطون العادي روحوا روحوا ذا الدجر بيه مشي شوية ليه إيه قرم لها قولي يوم طيب يدوك هذا مع الحوت اللي محمد يحد هون تمشي أنا قطع في الطون هنا يا رقبة هذه مو مصون بيه مشي هناك سيدي طيب الطون فيه الحم هذه قارك بها الحم بتاعه شوف هذه قارك مشي مشي مريض الحم ده الطون مرحبا سيدي عبد الزوكا وقالوا ما رد هذو حتى ل 10 10 15 يروح يجيبوا كاع صافي بروفيت بعدا بس هناك كلهم على الطريق كاين كاع الطريق من هنا من بو اسماعيل وروح مع الطريق الطريق ولا يجي بازا كاع من ولا تشوف على كل حال شوف البوكا مارين وروح فيها حتى لهنا قال لك بقيت عاقل قلت لهم شوفوا السومه الطون يكون شباب يتسموا حمر شويه ضاير نهار يومين تسيبوا بدا يدخل الحولية ورانا بالصحانة وحاولتنا حافظوا على ولادكم وحافظوا على انفسهم صافي شوف عمر شوف عم ضمن وين تشري هو كاع طون وشوف الميزان تاعك ملي تشري طون شوف الميزان تاعك كاين اللي يخاف ربي كاين اللي يخافش ربي ان شاء الله تكونوا خاصوا عداء هذه راغي هو الحجة تاعو حاول يدوي بعد راغي هو الحجة لا حيدي بعد راه عليه بعد ما يقطع لنا هو صافي رانا مع مع الطون ها هذا يطلع من فوق رامي يطلع من فوق وقيت شنو الطون هذا شنو الطون عبدو لنا هنا شوف هاو لنا هنا هو اللي مليح بيدك كيما هكا لا حطيت بيدك
اهرب ما تشريش من دول. لا مش تعلم شوف يوم الجمعة انا مش باغي نسطون يوم الجمعة ديروا كيماكا شوف شوف بها شوف ها شوف ها كي قال لك عليها بالفوق ولا ما دخلتش يدك توكل على الله ولا دخلت يدك ادي وروح حوسك باش ما تشريكاش دجاج ولا لحم ولا شوي على كل حال اسمع هذاك على الشباب اللي يبيعوا اليوم من جوب من فوكا مارين وروح بها الثانيه حتى قريب بازار قام يبيعوا بالطول 120 150 160 كل واحد واش يبيع دوك انتوما سمع السومة تاع كاين تاع 140 كاين يبيع 140 من على بالي كاين يبيع 100 قال لك على السومة واحد انا 160 والفيني 100 من 200 و200 عاف راه 160 حنا ان شاء الله بربي ماذا بيه يهبط لكم ليكم انا هنا راني معاه في الوسط انتم ليكم بعاد وكاع تشوفوا غالي ان شاء الله بربي يهبط حتى 120 120 يقدر يشري واحد رطل يشري 40 ويتباع على كل حال ويشري شري ماشي شجر تشري كيلو اللي محروق في قلبه يجي يشري والاحسن الاحسن خاوتنا هذا الطن الاحمر والله غير فوروه سي وفوروه ورجعوا لي خبر باش تحوس تطيبوا كاع بالمقله وتسوي الشو فوروه بغيت تاكلوا ذاك النهار كله بغيت تخلي سمعنا خليه ما تخاف من الفوروه ديال الزيت كول وروا خاوتنا واش كاين ماشي تغليه فوروه بالكسكاش كتفوس فور الطعام يفور كذاك شغل الطعام كي تقلب البارتيه اغلبها عاود اغلبها اغلبها ومن بعد ديرها زيت الزيتون تاعها ولا بغيت ديرها زيت صومبر ولا بغيت ديرها لاصوص طوماط تاعها واش بغيت ديرها دلها تنتخب تاكل منها وما ديرهاش الطوماط ديرها زيت خير كاس الطوماط تفور تصوف ديرها زيت نورمال تاع الماكلة صونغو تاكل فيها زيت الزيتون فاني ما شاء الله ديرها زيت الزيتون تحيا دي خوتي قبيل ما نساوكمش كل واحد يهضر على الشاوية وصحاب معسكر او دير وهرنا والله ما ننساوكم بسم الله ويكاين الرجالة ما ننساش خاوتي كاع ولي عليه بعث لنا شويه طون خنشلا خنشلا كاين واحد صاحبي خنشلا تجيب من عندك قطعه بلادك انت نبيع عندك خاوتي خنشلا الحوت هاك كاين الطون هاي دخلت صافي كاين واحد صاحبي خنشلا راه بعث له ليه هو بعد يبيع الطون هذا قالوا يجي عندنا روح معاه الطون قطع لكم في خنشلا هو انا كاين رجال جوج من عندكم صافي رانا هنا في بو هارون يا خويا اللي عندها دراهم يا خويا لو كازو ما تقدروهاش خاوتنا هذا مليح للدراري اللي يقراو لنا ولادنا اللي تاعهم جيد هذا مليح هذا مليح للسيرفو تاعك المخ تاعك للدراري الصغار حنا كبرنا حنا خلاص مخنا شابو وراب الدراري الصغار اللي عنده ولاد يبغي يقريهم ياكلوا الطون والله غير ما شاء الله للدراري وخاوتي اللي نهضر معاكم ما قدروا يكذب ادخلوا نسيو جوجل واش فيها الطون اللي بيطلع مين يقول لكم انا ما بالك انا ما انا قالوا لي تاكي تقراوها بعينيك وتشوفوها ادخلوا لجوجل شوفوا واش فيها الفيتامين تاع الطون عمي الراجل واش هكذا خاوتنا خدموا اللي طيق ربي يجي هذاك واش ربي هذه خويا كل واحد واش داير احنا من بيطلع لهم يعطينا المربع كاع شي مربين وماشي كاع فقراء اللي طلع لهم ما يعطينا احنا ما يسالناش احنا ربي الله وان شاء الله ندعو عليك في الاخره ما ندوش الدنيا على خاطر الدور احنا حلو الشعب الاخره سي بو هشام ما ندعو في الاخره ان شاء الله وانا نعيشوا نعيشوا بعد نموتوا صافي حقنا ندعو هنا ناكلوه ولا خاصنا نطلع لينا انا نهز ونخبي خويا معمر وهذيك الركده عمار هاي الطون خويا بالراح قرشك 160 الفا غالي هنا اللي رخيص برك هكذا خوتي السلام عليكم وجمعة مباركة لخوتي كاع ولي مقابضين لي فرونتيير تاعنا ما تقدر نقعد ما نساوهمش كي مقابضين الطرقان خلنا ربي يخليكم لبلادكم الحماية المدنية اللي عاس اللي قبضنا بلادنا عاسنا حنا ربي يستر ويستر ولادو ان شاء الله ويستر بلادنا ان شاء الله ان شاء الله بربي اللي يبغي يشعل فينا النار تشعل فيه هو الاول حنا خاطيتنا المشاكل خوتي المراكة تحياتي لكم كاع المروك من الصغير للكبير تاعكم الشعب تاعنا شعبنا المروك مع الشعب الجزائري حاجة ما تخصهم لا خوا حاجة مليحة وهما دبر راسهم خاوتنا حنا ما وي صفيان واش بغيت خويا؟ ما بعتهاش انا جبتها دروك جاية. ايوا هذا يقطع قطع معاهم. خلاص. صون ستاك صون ستاك سبعين دار تباعها صون دي صون صون كاز بها. بحالي صون كاز بزمان يا. صون ستاك 105000 بحالي. 10000 انا شحال كيلو بارك الله هكذا
خويا كيلو 100 شوف عمي الراجل طلع لي شوف الكاميرا نهضر معاه هذه شوف هذه صور هذا الصحابي يعرف يصور قلت لكم اللحم 160 والشكاره هذا الكرش تاعها هذيك 200 نقول لا بغيتو تشرو رانا في بوارون بغيت تروحوا البحر مع الدراري تاعكم جيو معكم حبه بصل ماشي اللي كنت بسيط 30 لا لا جيو لك بصل تاع اللي يديروا به 100 سيمي هذاك الغالي خلينا منه الغالي ديروا هيك شغلك ديروا في اللحم بروشيت حبه طرشي حمراء وخدموها بروشيت الهبرة والله غير ما تحبسش فمك من الماكله من المزيان وان شاء الله تدير طل سقموا بروشيت تخدموا ما شاء الله سعيد ده حدا مسكين تحصل فيها مليحة الله يعاونك الله يعاونك صار هاك شوف مسكين كنت حبطه وخسرت الذملات ماشي يربحوا كاع الناس الدراهم نقول لكم هذا الطون واعر خدمته تعيي هو ثاني واعر ورانا هنا في بوارون في وسط البلاد البور هبل تاعو لهيه والحار منا خاوي 160 عارف الحال وي صفيان السلام عليكم كي لا صوت لك صفيان بيع بيع صوت مانيش بيع خبز مانيش صفيان اشوف خويا او جايبه او جايبه عيطوا جايبه هاني هنا في الطبله تاع الطور بارك الله ها بالضبط هاي شو نروح نخلص هكذا رانا معكم باللايف دوك نحبس لكم اللايف هاوسنا راني في بوارو في وسط البلاد هذا اللي يخدمونا ولاد خويا ما تخاف والو ما شريم هني وعمر عينيك وما تخافش كاع هنا عندنا في رازون تاعي في بوارو هنا وتشوفني وتشوفني واقف دير في اللايف شريم وعمر عيني ها الهبرة صافي خاوتنا حنا الناس يعرفونا مشينا نزرفوا على خاوتنا الحمد لله يا ربي يعرفوني الرجال كامل جاو في رمضان جاو عندي النساء وجاو عندي الرجال يا خويا ولا خدعتكم ربي يخدع لي الصحة تاعي صحتي اللي عندنا ربي يخدعها انا والله ما نخدع حتى واحد نغلط نتخلق شوية ماشي معصوم انا نقول هذا مالك نغلط نتخلق بس ان شاء الله بربي ما نغش الناس باش غير ما كلموت ما كاينش واحد يقول لي علاه غشيت النهار فلان لا ما نغش الناس ان شاء الله الحمد لله نحبوا الناس والناس يحبونا ويكرهونا الناس انا ما نكرهش على كل حال انا بالي بلي ربي يحبنا انا كنت نكره الناس كي ربي يحبني ويحب الناس يعني انا ما نكرهش الناس شحال قلت الفيلي؟ شنو الفيلي 200 او بيبي خلاص والله غير ضربوا شوفوا ضربوا اللحم شوفوا الشباب اللحم الشباب ديروه في المكرون ولا سباكيتي ولا ديروه براسوس بطعام براسوس بطعام والله غير تاكلوا الطون قلت لكم الضرب مادام راهي حاكم الطون غير كولوا ولادكم لو كان عندي قعد ندير لكم صوص طوماط تاع الطون الطعام بعد 3 ايام ولا 4 ايام لا تكون حالي حاكم هنا ندير لكم الطعام هذاك بالطون على كل حاجه تقول انا سميره تي في غنبقى ندير فورد ستيفي هكذا نروح لهنا نقول لكم واش طيبوا الحوت واش طيب كيفاش طيبوا حنا الحوت انا نطيبوا الحوت كيفاش نديروا نطيبوا وخاوتنا دوك سمحوا لي وجمعتكم مباركة كاع المسلمين إن شاء الله بربي إن شاء الله ربي يتقبلنا صلاتنا إن شاء الله نكونوا كاع سعداء ورانا هنا في بوارون اللي ما قطعش اليوم أنا الجمعة الطون هذا يريح غدوة إن شاء الله كان كاين حبة نخدم لكم أنا الطون خويا ما يحلمونا على كل عام كنوا خويا واقفين ما نخافش كاين مع الطريق قلت لكم البوكامارين هو كاين الطون هو كاين الطون هو كاين الطون حتى البازار حتى الولاية تاعنا كاع الطون وي صبتها خويا وي صبتها مليحه شي هنا 160 بالك اللي هي تسيبها 150 بالك 140 وديك شري عليها هنا ذراع شري ووسوس قلب على روحك وشوف واش رخيصه شري هاك بس تسيب وقتي خور يدك جديد ما تدخلش وشري خويا وي صبتها السوم تاعك رخيصه شري هكذا خاوتنا السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وان شاء الله تكونوا في سعاد 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 وربي يخليكم لينا هذا اللي حب صلاه الله عليكم سلام صح ابدا السلام عليكم هذا البارح هذه